يعلمنا بالموقف هذا. مرحبا يا ابو راشد. اكيد احنا في الثلاث شهور هذه وسوسنا بعد البث الله وفي مواقف كثيره صارت لكم وسوسنا ويعني انت صار لك ثلاث شهور هنا. ارحب يا ابو فجر. مرحبا ابو فجر، تعال تعال هنا هنا هنا. طيب هذا السؤال الزين عطني ومحبوس هنا وقدرك فتره ما اشبران شوي وجيب حضرك. مرحبا والله مع السلامه. هذا فعيل البرد. اي انا اعترف لكم اعتراف يعني كبدايه عشان ابدا بهذا اعتراف. انا اعترف بعد البث اتضايق. لا شفتوا اللي في الجدار هذه الدائريه مربع مربع وين هي؟ هي مربع للحزام اللي في الجدار اللي فوق. شو رجال هذا هذا هي هذه هذه كنا خيام. ايوه اعترف اني قد جمعت اللي حصى. شفت الدائره اللي في النص؟ حلو. اي هي 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 قعدت اسمع قعدت العب ام الفضوه يا ريت واقط لين تضرب في النص. الله هذه من الوسوسه. الموقف الثاني اللي مر علي اشبح فيه هناك. طيب اشبح وين؟ وانت اسلم يا رجال خلنا اشوف. المهم زين حاجات كذا زين 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 ما جاش فيه. والموقف الثاني اعترف اني امشي على الجدار هذا قبل يحطون خيمه ابو خير. امشي بالحال واسولف ما اللي صادري الرجال هذا الكريم. تذكر يوم قداش هنا بحالك سوالف؟ ها تذكر سوالف خنقه؟ ما يصير ما يصير. قاعد اسولف مع نفسي يا الربع كيف كذا انا محمد بن عمرو اسولف اخر اخر زمان يصير بي كذا. انا شيخ عقاب والله العظيم. هذه من المواقف اللي صارت لي بعد البث. تعال تعال شلوى كفو يلا كفو يا ابو ترسمي كفو يا عطنا اعتراف كفو يا ابن الدفيان اسلم يا ابو ترسمي عطنا اعتراف. والله يا الربع وش انا ما ادري وش بعترف فيه يعني. انا لا ودي اعلمكم شيء. خلاص اجل تكلم ابو حسن. انا يمكنك تذكر طال عمرك يوم احنا انا وياك جالسين هنا ونصوب على الفتحه اللي بالماسوره حقت انياك. صح يوم نصوب فتحه هالكبر يا الربع لو تشوفون بالماسوره فتحه مفتوحه هنا. نعم وش كان معنا؟ كان معنا حصى. نص ساعه منه اللي يدخل الحصى هذه بالفتحه نص ساعه طخ طخ والله كذا كذا شوف كذا 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 شوف ولان حسيت. او ماي جاد جول والله. انا مشكلتي ان ذاكرتي ذاكره الذبابه. لا انا اذكر لك مواقف كثيره يا ابو ترك. ابو راشد اي عطنا عطنا موقف بس انها عاديه يعني مهب في موقف سديت منه يعني تنقال. لا يعني تنقال تنقال ما عندي مشكله. انا رجال سريع. ايوه سوس بالله تكفى بيض الله وجهك. لكني ماني بذكر ما شاء الله. وش ذا كوت الجيت؟ هذا كوت اسوك راس يوم جيت ذبحنا البرد قال والله العظيم اخوان وين يا ريجل تكفى يا ابو ترك طبير بالسماء. لا ما ينقطع. يلا ابو حصه عطنا موقف ثاني. موقف ثاني موقف ثاني. وش الموقف الثاني؟ والله ما ادري وش الموقف الثاني، ما في موقف ثاني. ما في. يمكن طيب. انا على قولته طيب عبد الله الدبابه تروح تجي. موقف اللي خابره. اي موقف؟ يوم ربطت انا وابو تركي في الكوفي روم الكوفي روم. ها؟ يوم ربطت انا ومحسن في الكوفي روم. يوم ورا بعض. اقول بث. الكوفي روم. الكوفي روم. ايوه. يوم احنا نقعد فيه انا ومحسن بعد البث. لا فرمات. الفجر. لا لا موجود موجود. متى؟ يوم 11 اللي جات في الهنجر وذا يوم احنا في لا تجاوز لا تجاوز يا اخوان لا تجاوز لا تجاوز الله والله اني مالك انا مواقفي واجد خبرها محسن يوم ورا بعد. طيب تعال بلا شلون طال عمرك يوجه رسائل لكلام اليوم لا تعال دقيقه عشان في موقف اضغط محسن طال عمرك يوجه رسائل اسلم خالد. والله يا ابو راشد المواقف واجد اللي وسوسنا فيها. صبر صبر ايش السالفه؟ لا اضحك لا على بعض المواقف الحلوه. يعني من المواقف مره مرات مسكت معي قعدت اعد الكنب اللي في القريه كلبوه. تتعب انا اخي. هذا واحد. اثنين تتعب يطلع من السلامه احيانا اشوف لي ناس تخطم تروح وتجي ولا ادري منو. ايه تمسك معي اروح اشيك على العيال اعد العيال فلان وين نايم فلان وين. الله انت انت الحاله معك متقدمه يا خالد والله عيال انا ذكرت لي موقف عجيب. اسلم اسلم انا اسف ترى عندي موقف انا ذكرت لي موقف يوجع في الراس. اي نبي نبي هذا اللي نبي نبي المواقف علي انا انا روعني. وش هو؟ هذا هو السكني اللي يقولون انه جاء دخل في المسجد على العيال. اي ام جاب ربع ماسك الراس ثم جاء ابو فجر قام والله قال والله العظيم اني شايفه. لا لا هذا شو اسمه اليوم شعر كبو اليوم شعر كبو هذا 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 اقسم بالله اني ما مصدق والله لا يحييكم راعي ان شاء الله. تدري من هو طلع؟ تدري من هو طلع؟ ركب 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 طلع المصري. خلونا في مجلس الحديث الله يكرمكم جزمان. اسمع اسمع بلال عنده موقف عجيب ولا بيفصخ. اي بلال انا بس بشغل بلال 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 تعال لكن الموقف رب البيت الموقف يتوزع بسرعه اللي في المناره. يلا تكلم يلا عطر موقف فتوى والله انه حقيقي. ما عاد تملى السالفه. ها اسلم بالله طيب طبلنا معي اسمع اسمع طول العمر اسمع
اول يجوز 10 ايام خلاص قررنا ننسحب ابونا ننسحب قررنا نغيبنا يوم ونجي يعني نشوف كيف الوضع ايوه نجي نمشي الصبح خلينا الكل ينام 6 الا 3 5 وتبون تلحشون نعم دور الطريق المهرب السليم اي هو المهرب انتم ظاهرين اي نعم بقى الموضوع منتهي خلاص منتهي شفت البراج شفت الضيافه اللي موجوده ورا الكنترول في قدام هذا البراج العالي الحديد ايه اللي مصبوغه بني احنا ادري عود برا ليش طالع ونطلع فوق الابراج السور الان احنا بينه وبين السور الطريق الممر هذا اسمع اسمع ابحص ونطلع على السور ونقول ها من ينط ابو محمد هزاع يقول لي انت نط ودي له الدمار وانا ودي له الدمار اقول له انت نط كل واحد بيسوي برايم احنا ما وصلنا السور اللي نط وقع كل واحد بيسوي برايم في خويه اي والله ايوه نص ساعة آخر شيء قلنا لا يعني الوضع صعب صدقني الجو جو القرية حلو نرجع للدورة رجعنا والله ضيتنا بالغرفة أستاذ محمد أنا صارت لي سالفة مع رجال قال فيه هروب من القرية في مكان للهروب قلت مستحيل مكان هنا مستحيل أنت بتهرب لا والله ماني بهارب تعرفني أنا رجال أنا مش كذا قد أنت قاعد هروب يا أخي بس رفع ضغطي يوم قال في مكان قلت استغربت يوم قال هروب قلت مستحيل في مكان ما يسويها هروب إي ماني مسويها هروب يسويها لحيتي إي والله لحيت براج اسمعي لا والله هروب ماني يمه لكن أعلمك لا لا ترى على أي شعر أحيانا عندي لا والله لا والله ما تهربون أنتم تجونها بالسليم تمام معزز لكن أقول قلت يا ولد مستحيل قلت مستحيل تجاوزت بس سلام والله اني قلت اصدق قلت شيء غلط لا 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 ما تقول للطيب المهم قلت مستحيل في مكان هنا احد يطلع منه لو وش ما يصير لو لا السماء يصل ويرجع كلام ذا متى احتكار ذا اي حدد قبل يمكن شهر ونص حلو قلت يود في مكان قال في مكان في هالمكان الفلاني تدخل معه احنا خلاص اخر البرنامج قلت انا بس ابي اشوف انا ماني الحين مسوي شيء المنحاش لكن بعاين هو اي والله هل هو هل هو يصل للخارج صدق ولا لا ممتاز ممتاز ولا فيه باب قال يطلعك على المسجد الخارجي واقضي بالباب اللي معلم في اشاره في وجهه الخبره خلاص 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 ثبت ثبت وانا ادخل مع الباب الصغير ذا وانا ادخل لاني في وسط المسجد سلك بالله والله العظيم خارجي اي الحين بعد الكلام بعد البث انا بشوف بس يوم انطبع الباب وراي طبق تكفل الباب تكفل وراك هذه اوشك تتقطع على الرجال قبله هلا 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 بيض الله وجهك بيض الله وجه سلطان بيض وجهكم المهم الله يبيض اذكرك نقده ايوه وهذا شيء يا سلام المهم اسلم اسمعني دكتور كرك شكرا لك يلا خلي ابو فجر يسولف يلا اسلم يا ابو فجر الو كاد يوم دخلت مع الباب الصغير ذا ولا نفسط المسجد ينطبع الباب وراي طبق من سكره والله ما ادري هل خلا هوا ولا شيء طيب ما له من مفتاح ولا اني في ظلمه انا ما اعرف المسجد ذا اللي برا ما اعرف له هل ولا مبات وين ولا ادري وش الوضع وقعد يا محمد سنتر الباب اللي هناك ما اشوفه والباب اللي وراي ما اشوفه بس عندي ومشكله الكهرباء الظاهر كهرباء وانا قاعد سنتر ولك بدع يا محمد انا كتبت قصيده الا رفيجي اللي علمني على المكان جاي بيمر والله اني بس غير اصقع الباب شوي شوي قلت لحد يجينا الحين ذم لا بس والله يفكر اب علي وانا اول ما امسك وانا احب خشم واحب وانا اضمه وانا ارجع القريه شوف المكان هذا ها وصلت اكتشفته قبل شهر انا لا انا دخلت فيه وتقفل عبد الله شاهي ولا كرك وصلت بكم المرحله انك تفوت على السجن عندي تسجل نفسك وصلت بكم المرحله انك تفوت على السجن بعد البث تلعب بالالعاب لحالك لا انا شفت رادي مداه يلعب بالالعاب لحاله تحتاج تراجع انا ما اعرف اعتراف يا ربع خطير حكون لما نصلي وصايم خطير جدا أنا أعترف أن يوم من الأيام طلعت بعد البث ضايق حدي أبغى أطلع من القرية لكن قررت أني أطلع بشجاعة وأمام ناظر الإدارة أوف جاء بعد البث مباشرة وروح عند الباب وتفتح الباب بطلع علمه فيها قال هو ما تطلع قلت أقول افتح الباب أنا محمد بن عمره اسمع هذه إسقاط أنا أقبلها اسمع هذه إسقاط أنا أقبلها ولا بشجاعة ولا انا بشجاعة ولا تمر علي ولا مستحيل مستحيل تمر علي لا تعرفني وتدري اني راح تدري تدري يوم من الايام جيتك وقلت لك ما تبغى تشتري بتصافون لكن انا لا اقبلها تدري اني يوم من الايام جيتك قلت لك بس انت هتشوطها ترى بطلع منك انا ما اقدر ويوم شاف الجدار قال يا ولد ما اقدر لا قال انا ما اقدر قال اخذ ويا خذ ويا اسمع
واجي وكانت الاداره موجوده قلت افتح الباب انا بطلع انا محمد بن راشد ما قلت احد سجنني تسجنوني انتم افتح الباب انا كريم ولد كريم شجاع واقعد معهم ساعه لين هنا واقعد معهم يمكن ساعه اخر شيء قالوا ما خلاص ما في فايده واقوم واسحب فراشي واحطها عند الباب قلت انا ما اقوم الا بسامي الجوني لا قبل يوم جيتك اشهد اني غلطت عقبه جاني عبد الله ومحمد بن جخير والله يا اخواني انهم جالسين عند راسي ترجون يوم عند الناضج يوم عند سياره الناضج اللي قصوا لا المواقف هذه الضيافه هذه انا وياك والله اني اطلب عند راسي عندك متذكر سالفتك يوم قاعد انا محمد الطيري بعد البث انا عند شبت النار عند بسمع صراخ من الهنقر اي والله وكنا صوت يوم انك جيت انا هاوش من عند الهنقر ليه وش اقول؟ اي ايش ما قلت ها؟ وش ما قلت ابو حصل شفت ما تقدر يا ابو شفت ما تقدر غير الموضوع بسرعه بسرعه نتجاوز هنا جاء مره جاء مره من اسلم بس اسلم راح اقول جاء من هنا مره ابو راشد عمرك احت ولا بلال والظاهر ابو حصل ولا ما يشوف شوف الزول ظلمه طفل الانوار ذي كلها هذا ما هو انت منك ماشي يوم جيت الهنقر لا جاي تمشي من هنا متضايق تمشي يمين تروح يسار من غث واضع عليك مشيتك تروح يمين تروح يسار قلت ابو راشد قبل عندك قلت انا وبلال وبحس قال الله لا يحييكم يروح بالدرب احسن منك بالحاله انا عنديك والله العظيم اي لكم كشفتوني انا بعلمكم يا رحت عند المسجد الظاهر ايش اسمه خل اسمع ابو حصه انا بدايه البرنامج يوم الصيف يوم ننام هنا برا انا وسوست ضرب اللي وسواس وضرب اللي شين ما ادري وش شين يمشي مع راسي وديفر شلون؟ يا جاء اخر الليل وانت هلبث فرشت فراشي هنا وحطيت راسي على خشبه هذه وراي المخده وقمت راعي للمناره ونيت ان ابوي يطلع من فوق المناره ويسلم علي يقول مساك الله بالخير اي والله ويقول لك يا رجال ادخل اجواء ادخل اجواء شوف العالم كله تمشي قدامي اي والله تعال رحت يا ولد ادخل لي تفكير دحن التفكير يا ولد دحن التفكير يسولف معه لا يومك جالس يوم انا جالس هنا لا يومك جالس في الزاويه علمهم اي زاويه يوم جالس في الزاويه جيت كنيا تذكر؟ اذكر يلا دحين حاله والله اللمبات القريه كلها طافيه وانا سولف هناك وهو سولف هنا وانا ما ادري عنه وهو ما يدري عني اول ما دريت عنه ولا شفته الا يوم قربت منه قلت انا حنا اسمع قلت ماني موجود هنا شكت مرض علي قلت من انت يا ولد ضليت من ينقد علي ويسلمته قلت انا يا اخوي انت انس ولا جن واقبل عليه يوم اقبلت عليه الا ابو حصه قلت ابو حصه قال هلا حياك الله انا من اليوم اناديك انت اسمع قال انا اسمعك من اليوم تسولف هناك بالحالك وانا اسولف هنا بالحالك تعال تعال اجلس خليني اسولف اسولف انا وياه بنبره حزينه انا ابكي ذاك اليوم والله حزين ابو راشد اذكر مره اول اسبوعين في البرنامج ضايق خلقي وطفشان وواصله معي ومنتي يلبث ودي افضفض ودي حد يسمع لي انا متقابل انا وابو راشد اول اسبوعين يوم نجلس في الساحه ذيك تذكر نص الساحه شفت ابو راشد يدور الرجال ضايق قلت وش عندك يا ابو راشد؟ قلت والله ما ادري قلت تعال بسولف عليك واجلس انا وياه ويقعد يسولف علي يا خالد سوى فيني كذا وحط فيني كذا وقالوا بي كذا وش اسوي وش رايك وش اقول وش احط ويسولف علي قسم بالله يغثني دبل تبدي من بعدها خلاص راشد نفس بي الرجال انا نفسيتي ضاربه اول اسبوعين نفسيتي ضاربه ها سب انا ما في واحد من المتسابقين وقاعد معي يحاول انه يعالجني ولا اقدر اعالجه انا جاي ابغى افضل للرجال لا جلال هذا لي ودبل جلال انا من اسمع وطلعت انا وياك مسالفه الله يسامحك ابو راشد بيك في بدايه البرنامج ما في بدايته على شهر اسرع علي شهر وعشر ايام كان ابو راشد متضايق وجيته في جلسه كرديال ايام الفجر يوم جيته في جلسه كرديال المهم جيته هذاك اليوم منفجر على الاخر متضايق المهم انه فل الشريط ابو راشد ذاك اليوم وعلمني بالعلوم كلها من الراكة من يوم حرك من الراكة بعلوم الراكة واللي بيها حركتني غار الله عليك ما تبي تنبعني انت لا تصب لي يا اخوي المهم قال خذ خير يعلمني ابو راشد بعلوم الراكة واللي فيها لين جانا انت بلعب قلت والله العظيم انه يسولف علي وهو قايل كذا يا جماعه ثبت اخو هذا ما اسمعني يا ابو راشد ماك جدتك انا والله العظيم اني شايل هم ذا يحترق يلا يا ابو حصه والله يسولف على حاطه لا لا ما تكفي يا علي والله اني اسولف على سويتها فيك كم مره وقتي خمس سوالف خلنا نسمع عبد الله سولف ولا عبد الله اسلم عبد الله ويسولف علي ابو راشد يعلمني بعلومه كله
منفجر ذاك اليوم متضايق متضايق جدا جدا. المهم انه اخر شيء اسلم محسن تدى ولا تدى؟ تدى اخر شيء والله انه قال كذا ورقد في كرديان غفى اول ما غفى ابو راشد قم ورقد ويقوم يشوف الساعه قال يا ولد الفجر ما عاد بقى على شيء. المهم رحنا صلينا ورقدنا يوم جاء اليوم الثاني انا حبيب راشد اقبل به هلا هلا وسالوني ها وش علومك؟ ها الامر الفلاني وش علومه؟ خنويك ايش دراك؟ خنويك ايش دراك؟ اوف قلت يا رجال الحاجه الفلانيه والفلانيه ها والله اني خاب وقال ايه وقال له كلمه طعامك ما تقعد تعال يمسكني منه ايش دراك؟ والله اني قلت يا ابو راشد انت معلمني والله العظيم انه خمس دقائق وهو راشدني يذبحني ايش دراك؟ انت يا ولد انت اللي معلمني انت اللي مسالني انت اللي معلمني بالسوالف دي وبالامور كلها لا اترك منه علي سوالف والله الرجال انه حانا معي معاناه لكنه طويل بال والله اعترف طويل بال طويل بال لو انه غيره من الريجيل كان قالوا هربه والله قالوا هربه اي والله لكن وش ال وش الطاري لا لا فيه في حاجه وش انا إيه والله اخو عزيز وغالي ابو راشد انت الربع من اللي من العيال غريب في نومه أوه كثرهم محمد فرح أول واحد غريب لا لا أنا أول